كبر لذات مع عبد الستار وإيناس على إي إف إم أحلى غديو. والله ما فماش فرق الحقيقة، على خاطر الزوز يمنوا بالممثل، معناها تواسي سلاح الله يرحمه في التعامل معاه إلي وفيغ، يقولك أعطيني لي بروبوزيشن، تحب تبدل، تحب كذا، أعطيني كل شيء في الريبيتيشن، أما وقت اللي نقول أكسيون ما عادش زيدني حتى كلمة. كما في طاولتو عندك حاجة في الدريسينج من الأول في التحضير أوكي، بعد ما نحط طاولتي أكهو بوشناق كيف كيف زيدا يحب الاقتراحات نتاع الممثلين، خاطر هو بيدو زيدا ممثل عبد الحميد. كبر لذات مع عبد الستار وإيناس على إي إف إم أحلى غديو.